أهلا وسهلا بكم. سأقدم لكم في هذا الدرس معلومات عامة عن حساب الروت وكيفية استعماله. الدرس موجه للمبتدئين وسأحاول قدر ما يمكن أن أبسطه. إذن في أغلب توزيعات لينكس حين تقوم بتثبيتها يتم إنشاء حسابين، الحساب الذي تختار أي الحساب الخاص بك في حالة مثلا هو حساب سي محمد، وحساب آخر يسمى بحساب الروت. هذا الحساب هو الحساب الوحيد الذي له صلاحية التغيير في النظام، أقصد بالتغيير تثبيت برامج حذفها أو التغيير في إعدادات النظام وملفاته. لنأخذ مثل أو أمثلة ونرى متى نحتاج لحساب الروت. مثلا حين تريد تثبيت برنامج ما، تدخل لمدير مركز برمجية أوبونتو مثلا أو مركز برمجية أوبونتو على توزيعة أوبونتو مثلا، وتريد تثبيت برنامج، تضغط على زر ثبت فيطلب منك هنا كلمة السر. لو قرأنا هنا يحاول أحد التطبيقات القيام بإجراء يتطلب صلاحيات، أي أن هذه العملية، عملية التثبيت، تتطلب صلاحيات الروت. الروت هو المدير لو أردنا أن نشبهه بحسابات ويندوز. لكن الاختلاف في أغلب توزيعات لينكس، ليس جميعها أو الأغلب، هو أن هذا الحساب يكون غير مفعل، أي أنك تقوم بالاشتغال بالحساب الخاص بك، ليس له صلاحية التثبيت والحذف والتغيير في النظام. لكن حين تريد القيام بعملية تتطلب صلاحية، تطلب ذلك من الروت. هذا الطلب يكون إما تلقائي مثلا كالآن، حين أقوم أو حين أريد تثبيت برنامج، فيتم تلقائيا تفعيل ذاك الطلب، أي أن البرنامج يطلب من الروت التثبيت، والروت بدوره يطلب منا كلمة السر ليعرف هل لنا أيضا صلاحيات أن نطلب منه القيام بتلك العملية. إذن حين أدخل كلمة السر يمكنني أن أثبت البرنامج. نأخذ مثال آخر مثلا في الملفات. أنا مثلا الآن موجود على مجلد المنزل الخاص بي، يمكنني أن أضيف ملفات، يمكنني أن أحذف ملفات كما أريد. لكن حين أدخل للملفات الخاصة بالنظام، هنا في نظم الملفات أحد الملفات الخاصة بالنظام، مثلا هنا لو ضغطت يمين ليس لي صلاحية إنشاء مجلد جديد أو حذف المجلدات الموجودة في المجلدات الخاصة بالنظام. هذه ميزة مهمة لأنها توفر أمان. مثلا حتى لو لنفترض أنه تم نسخ فيروس ما على جهازك وأراد ذاك الفيروس أن ينسخ نفسه في ملفات النظام، فلن يستطيع ذلك لأن ليس له صلاحيات النسخ في مجلدات الخاصة بالنظام. إذن بالنسبة للبرامج وبالنسبة للملفات أيضا هناك حماية، لا يمكن القيام بعملية أو تغيير في هذه الأجزاء إلا إن كانت لك خاصيات أو صلاحيات الروت. صلاحية الروت نتعامل معها بكثرة حين نريد إدخال أوامر أو تثبيت برامج من الطرفية. مثلا في أغلب الدروس التي أضع على المجمع تجدون مثلا أمر ما يتطلب صلاحية الروت. نأخذ الطرفية أو نفتح الطرفية ونحاول أن نثبت برنامج ما أو نقوم بالتحديث. التحديث يكون عن طريق الأمر apt-get مثلا، هنا مثال فقط، لست مضطر لمعرفة هذه الأشياء، لكن هذا الأمر يتطلب صلاحيات الروت. لو أردت تثبيته كما هو الآن فيعطيني هنا مجموعة من الأخطاء، وفي الأخير لاحظني Are you root؟ هل أنت مدير ذا صلاحيات؟ هل أنت root؟ إذن هذا الأمر يتطلب صلاحية الروت لتثبيته. لو وجدت أمر يتطلب صلاحية الروت لتثبيته أو لتنفيذه، فعليك أن تكتب الأمر وفي أوله تضيف الأمر sudo. بهذا تقول للروت من فضلك نفذ هذا الأمر. تضغط OK فيطلب منك كلمة السر ليتأكد أنك لك صلاحيات، أي أن ليس أي أحد يمكنه طلب من الروت القيام بعملية ما أو تنفيذ أمر ما، فقط المستخدم الذي قام بالتثبيت أو مستخدم آخر قام ذاك المستخدم بإضافته وإعطائه تلك الصلاحية، أي صلاحيات الإدارة أن يطلب من الروت القيام بعمليات إدارية. الآن ندخل كلمة السر الخاصة بنا، خاصة بالمستخدم،
ونلاحظ أن لا شيء يظهر. هنا تصل عدة أسئلة، أكتب أمر بصلاحية الروت ويطلب مني كلمة السر ولا يعطيني إمكانية الكتابة. هو يعطيك إمكانية الكتابة لكن لا تظهر أي شيء. لو ضغطت فقط كتبت كلمة السر لا تظهر أي شيء، وضغطت أنتر فتظهر هنا إمكانية أن الأمر تم تنفيذه. إذن هذه هي الطريقة. أعيد، حين تريد تثبيت أو تنفيذ أمر يتطلب صلاحية الروت تضيف أمامه أمر sudo، sudo ثم الأمر، وتكتب أو تضغط أنتر فيتم تنفيذ الأمر بصلاحيات الروت. إذن هذا بالنسبة لي الطرفية. شيء آخر، مثلا تريد فتح مجلد أو نسخ ملف في أحد الملفات أو في أحد المجلدات التي تتطلب صلاحية الروت، أو تغيير ملف نصي في أحد المجلدات التي تتطلب صلاحية الروت ولا تعرف كيفية القيام بذلك من الطرفية. يمكن أنا في أغلب الأحوال حين يكون هناك ملف نصي يمكن يجب تغييره، مثلا يكون أعطي أمر فتح مثلا مدير الملفات جيدت بصلاحية الروت. يمكنك أيضا فتح مثلا مدير الملفات نوتيلوس بصلاحية الروت. لذلك إما من الطرفية تدخل الأمر، يمكنك أيضا مثلا نوتيلوس، هذا هو اسم تصفح الملفات، لو ضغطت الآن أنتر سيفتح مدير الملفات بصلاحية عادية. لكن لو أردت أن أفتحه بصلاحية المدير نفس الشيء، يمكن أن أكتب sudo nautilus. لكن ينصح بالنسبة للبرامج التي لها واجهة رسومية ونريد فتحها بصلاحية الروت أن نستعمل الأمر gk sudo. هناك اختلاف بسيط بالنسبة للأمر gk sudo وsudo، ينصح باستعمال gk sudo بالنسبة للبرامج التي لها واجهة رسومية. إذا الآن لو ضغط Enter فيفتح لي مدير الملفات بصلاحية الروت. لو دخلت الآن لمجلد المنزل فهو مجلد المنزل الخاص بالروت وليس بي. لو الآن دخلت لنظم الملفات، لاحظ الآن يمكنني أن أنشئ ملفات، يمكنني أن أحذف كل شيء، وهذا شيء خطير جدا حيث سأحذف كل ما موجود على جهازي. لذا لا أنصح باستعمال هذه الخاصية. لا تفتح مدير الملفات بصلاحية الروت إلا لوقت محدد عند الحاجة فقط قم بغلقه هكذا. والآن لو قمت بفتحه من جديد من قائمة المشغلات هنا سيفتح بالصلاحية العادية مجلد المنزل ومجلد المنزل الخاص به. نفس الشيء في أغلب الأحوال أنا قلت أعطي أمر لفتح برنامج جيدت ملف نصي ببرنامج جيدت بصلاحية الروت، أعطي الأمر gk sudo جيدت وأعطي هنا ملف، فيفتح برنامج جيدت بصلاحية الروت. الآن يمكن أن أغير في ذاك الملف الذي أريد فتحه وأحفظه وأقوم بحفظه بعد الانتهاء من العملية. إذن تعرفنا على الروت، قلنا أنه هو المستخدم أو حساب المستخدم الوحيد الذي له صلاحيات التغيير في النظام من حيث تثبيت البرامج حذفها والتغيير في إعدادات النظام وملفاته. نستعمل الأمر sudo قبل أي أمر نريد تنفيذه بصلاحية الروت، ونستعمل الأمر gk sudo لفتح أي برنامج بواجهة رسومية بصلاحية الروت. إذن هذه هي ملخص الأشياء التي تطرقنا لها في هذا الدرس والتي يجب أن تقوموا أو تتذكروها. ليست هناك أشياء نقول معقدة في هذا الدرس، أنا قلت حاولت تبسيط الأمر على قدر ما يمكن، لم أدخل في تفاصيل كثيرة، فقط ليعرف المبتدئون كيفية التعامل مع حساب الروت على توزيعات لينكس. إذا نلتقي في درس قادم إن شاء الله. إلى اللقاء.